السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوها مني بعض الأخوات الغاليات اللي متبعيني في القناة وبغاو من عندي وصفة من ضمن العديد من الوصفات اللي مطروحة على قناة جربوحكم، وصفة للتخلص من مشكل الحكة في منطقة المهبل، وأيضا التخلص من الإفرازات والرائحة الكريهة اللي كتكون مرافقة لهذه الحكة هذه. قبل أخواتي واحد النصيحة من عند الأخت، يعني من عندي لعند الأخوات، يعني ضروري اخواتي الى عندكم هذا المشكل ديال الحكه او مشكل ديال التهيج او مشكل ديال الافرازات، اول شيء نعملوه هو التوجه عند الطبيب باش نعملوا واحد الفحص، لان هذه الحكه او هذه الافرازات كتكون علامه، يعني احد الاسباب ديال احد الامراض اللي تتكون عندنا وما كنكونوش عارفين بان عندنا. لذا قبل ما نبحثوا على الوصفة لعلاج، يعني وصفة سهلة وصفة طبيعية، ضروري نتوجهوا عند الطبيب ونعملوا فحص باش يعني باش نعرفوا بان ما عندنا حتى شي مشكل صحي، يمكن لنا نعملوا الوصفات الطبيعية بكل امان. لان بعض الاحيان تتكون هاد يعني هاد العلامات ديال الحكة ولا الافرازات او التورم تتكون علامة لوجود خلل في الجهاز التناسلي ديال المرأة. دائما دائما نطمئنوا على نفوسنا بالكشف عند الطبيب، لما لا، وما نهملوش نفوسنا لان ديك المنطقه كتكون حساسه بزاف. بلا ما نطول عليكم اخواتي، اليوم حبيت ان نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه، وصفه مجربه مضمونه، غتحسوا بالراحه من اول استعمال. هاد الوصفة هادي غادي نحتاجو فيها مكون واحد، وهو مكون خل التفاح. خل التفاح فهو متواجد في جميع الأسواق، ويمكن لكم تاخدوه من الصيدلية باش تقدروا تعالجوا هاد المشكل ديال يعني الحكة والإفرازات والرائحة الكريهة. عندي اليوم غنشارك معكم ثلاثة ديال الطرق، يمكن لك تختاري الطريقة اللي ارتحيتي فيها، يعني الطريقة اللي بغيتي تعملي عمليها. الطريقة الأولى وهي أخذ كأس صغير من خل التفاح وتوضعيه في الحمام في الدوش، يعني في البنوار يكون مملوء بالماء الدافئ، ونسترخي في هذاك الماء واحد المدة ديال 15 دقيقة، ومن بعد نقوم بالتجفيف ديال المنطقة ديال المهبل جيدا. هذه الطريقة ديال يعني حمام موضعي استعمليها جوج مرات في اليوم وغادي تحسي بواحد الراحه. يعني يمكن لك دائما الا جربتي الوصفه انك تشاركيها مع الاخوات، جزاكم الله خير باش يستافدوا الاخوات باش نستافدوا كاملين. الطريقه الاولى كيف ما ذكرت لك وهي حمام موضعي، وضع كاس صغير او نصف كاس صغير من خل التفاح في الحمام ونجلس فيه واحد المده ديال 4 ساعات. اما بالنسبه للطريقه الثانيه يمكن لك تاخدي يمكن وضع جوج معالق كبار ديال خل التفاح في كاس ديال الماء، يكون نصف لتر من الماء، ونقوم يعني الماء يكون دائما دافئ، ونقوم بالوضوء بهذاك الماء. وهذه الطريقه ديال الوضوء ايضا تستعمليها مرتين. غير الوصيه اللي نوصيك اختي انك تقومي بتجفيف المنطقه جيدا، طريقه الوضوء مرتين في اليوم. اما بالنسبه للطريقه الثالثه فهي عن طريق الشرب، يمكن لك تاخدي خل التفاح وتقومي باخذ ملعقه كبيره من خل التفاح. هاد الطريقة حتى هي كنستعملها مرة واحدة في اليوم، يعني طريقة شرب خل التفاح كناخدو مرة واحدة في أي وقت حبيتي. يمكن لك تستعملي هاد الوصفة هادي ديال شرب خل التفاح، ناخد معلقة كبيرة ديال خل التفاح ونديرها في الكأس ديالي، ونقوم بصب الماء الدافئ على هاد الخل هذا، نقوم بصب الماء يكون دافئ. من بعد ما نستعمل هاد الوصفة ديال الماء الدافئ وخل التفاح، غادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال العسل النحل. إلا ما عندكش عسل النحل عفوا، يمكن لك تضيفي معلقة يعني نصف ملعقة صغيرة من السكر باش تحلي هاد المشروب، واللي الا قديتي تشربيه هكا يمكن لك تشربيه بدون تحليه. هادو ثلاثه ديال الطرق يمكن لك تحاربي بها مشكل ديال الافرازات ومشكل ديال الحكه المهبليه. ودائما دائما الوقايه خير من العلاج، يعني نقوم بتنظيف المنطقه والتجفيف ديالها جيدا، ونبتعدوا على استعمال صابون اللي عنده صابون عطر يعني فيه الروائح، نستعملوا صابون طبيعي. وقبل يعني لا تصبنا بشي مشكل في هذه المنطقه، ضروري قبل ما نستعملوا ما نفكروا في الوصفه، يمكن لينا نمشيو بعدا عند الطبيب باش نعرفوا السبب اللي ادى اننا عندنا الحكه والافرازات. لان كيف ما ذكرت لكم كتكون هذيك احدى علامات ان موجود عندنا شي حاجه، يعني تدل ان عندنا شي مرض. دائما نمشيو نعملوا الكشف ديالنا باش نطمئنوا على نفوسنا ونعرفوا، ومن بعد نستعمل الوصفه الطبيعيه. يعني ما كان عندي حتى شي مشكل صحي. هذه الطريقه ديال خل التفاح يمكن لجميع النساء،
اللي متزوجين واللي باقي يعني الفتيات اللي ما متزوجينش اللي عندهم الحكه او الرائحه او الافرازات يمكن لهم يطوا الضوء بخل التفاح، ويمكن لهم يعملوا حمام موضعي بخل التفاح، ويمكن لهم يشربوا معلقه كبيره مع كاس ديال الماء مع معلقه ديال العسل مره واحده في اليوم. اما الطريقه الاولى والثانيه يديروها جوج مرات، الطريقه ديال الحمام موضعي جوج مرات والطريقه ديال الوضوء مرتين. انما خصنا نجفوا المنطقه جيدا، وكنوصي وكنعاود نوصي الى قمتي بالوضوء او عملتي حمام موضعي ضروري انني ننظف المنطقه جيدا بالصابون العادي ما فيش الرائحه، ونقوم يعني لبس ملابس نظيفه ونقوم بحمايه ديك المنطقه جيدا. كنتمنى منكم اخواتي الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، ودائما كنطلب دعواتكم معايا، ومرحبا بكم على قناتكم جربوا حكم وتشجيعاتكم ليا. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.